قال الله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. خلق الله الأنبياء وجعلهم أفضل المخلوقات، فهم أفضل من الملائكة ومن سائر البشر، وخصهم بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، فهم لا يكذبون ولا يغشون ولا يسرقون ولا يشربون الخمر ولا يقعون في الكفر. والأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هم أجمل البشر.